اليوم حاضره بدعوه من عند جود بيومي اللي كيف ما كنقول ديما انا ديما كنشجعو ديما كنبغي نكون حاضره في الحاجات اللي هو تايخدمهم. كاين بزاف الاعمال، كاينش غير جديد واحد، كاين بزاف ديال الاغاني ان شاء الله اللي غادي تخرج ان شاء الله قريبا، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجاب الجمهور. لا يا مولاتي، شوف هو ما غاديش نقدر نخوض في التفاصيل ديال كل عمل، لانه حتى الناس اللي مشاركه في هذا العمل هذا باقا ما خرجت حتى شي تصريح، فما عنديش الحق لانه كاين ناس معايا في هذه الاعمال هادو. فاللي نقدر نقول لك هو ان اعمال مخدومه من القلب وبحب، ونتمنى انها تنال اعجاب الجمهور. ما عنديش الحق، فريمون ما عنديش الحق نقول حتى شي حاجه. تقرب ان شاء الله يتعلن على ان لا دات اللي تنزل فيها، وديك الساعه غنخوض في التفاصيل ديالها. شي فنان معين ما كاينش، ولكن فكره الديو دائما كاينه. بالعكس يعني كيعجبني انه نجمع ما بين جوج ديال الفنانين، سواء مع فنانه او لا فنان. شوف انا كيعجبني مناش كنشوف نساء كيضمنوا مع نساء اخرات، يعني بالعكس كنحس بواحد الروح زوينه كاينه، وكاين باقي وحده كتبغي الخير لاخرى، اولا الناس كيساندوا، يعني نساء كيساندوا نساء في المحنه ديالهم. يعني هما كانت هذيك هي الطريقه باش عبروا على المسانده ديالهم، وكنكليهم كل احترام. والله يرحم الفتاه الايرانيه اللي توفات. شوف انا ما يمكنش ليا نعطي رايي فنانه في حالي، يعني ما يمكنش ليا نعطي رايي زعما الصراحه في هذا الموضوع هذا، لانه انا فنانه حتى انا، وكيتعطى الراي يعني راي ناس كتعطاهم فيا، فما يمكنش ليا نعطي رايي فنانه في حالي. علاش لا، ان شاء الله الا كان دور مناسب واللي غادي نقدر نتقنو ونأديه على احسن وجه، علاش لا. مطيحش بالي دابا شي دور، ولكن نقول لك يعني هند شخصيتي انا، نجسد شخصيه ديالي انا كما هي، كنظن اني غنعطي فيها اكثر بالحق كفكره، يعني دور محدد ما صراحه ما كاينش في بالي. انا مع اذا كان في تشوه في الوجه والانسان خاصو يصلح من هذاك التشوه اللي كاين، بالحق ضد اذا كان الوجه يعني كامل الصوره ما محتاج، فكنكون يعني كنكون في هذه الحاله دي ضد. شوف كاين شويه ديال السبور، شويه يعني كنبدا وكنقطع، ولكن والله ما كاين شي سر يعني محدد للرشاقه. يعني لحد الان سي علاقه صداقه قويه، كنتفاهموا فنيا، وصديق اللي هو قريب ليا، وكنتمنى ليه كل التوفيق. كما يقولوا يمكن حماق عليكم، ونتمنى ان شاء الله نكون محمره عليكم وجهكم، وتشوفوني ديما ناجحه، لانه النجاح ديالي هو من الفرحه ديالهم. انتقادات ما عندناش منها هروب، بغينا ولا كرهنا كاين انتقادات، لانه كاين الناس اللي تقدر ما نعجبهاش، تقدر ما يعجبوش الاعمال ديالي اغاني ديالي، ودي واحد الحاجه اللي هي طبيعيه وخاصنا نكونوا مهيئين نفسيا ليها، يعني حاجه عاديه، ولكن يكون غير نقد بناء كيف ما كنقولوا ديما، يعني واحد النقد اللي غيقبلوا الانسان، شي واحد يعني كتجرح في واحد الانسان اخر. شوف انا كنكون في السوشيال ميديا يعني اكتيف، مناش كنلقى شي حاجه اللي غادي نبارطاجيها مع الناس، ما كيكون عندي حتى شي حاجه ما نبارطاجي معاهم، يعني كتلقيني غابر على السوشيال ميديا. بالحق حياتي الشخصيه كامله ما نقدرش نبارطاجيها، كاين شي حوايج اللي كتشارك اللي كتقدر تشاركيهم مع الناس، ولكن كاين شي حوايج اللي كيبقاو صراحه شخصيين. الله نهار يكتب، الزواج قسمه ونصيب وبالمكتب، ونهار غادي يسهل ربي ويكون مكتب غادي تشوفيني عروسه. شوف اعمال دراميه انا الصراحه ما كنتفرجش بزاف، يعني سواء المغربيه ولا المصريه ولا اللبنانيه ما كنتفرجش بزاف،
ولكن كنشوف لقطات مره هكا صراحه كنشوف انه نحن غاديين في تحسن، وبالعكس يعني كيعجبوني مواضيع اللي هما سقط المواضيع اللي كيكون شعبيه اللي كيهضروا على 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 الواقع ديالنا، على الحاجه اللي كتكون شعبيه وهي صراحه اللي كتكون اقرب للقلب وللشعب المغربي. كنقول لهم شكرا على الحب ديالكم وشكرا على المسانده ديالكم، ونتمنى ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.